ولتقاعدنا يتسلم جائزة رمزية إضافة إلى قيمة مالية 13,000 درهم. جانا هنيئا نصفق أيضا للسيد محمد ياسين عزوز، هنيئا وقد فرص عرسو أجوج فائز بالرتبة الثانية عن الفئة الأولى. الصورة إذا غتكون صورة تذكارية إذا للفائز. الآن مروا إلى تسليم الجائزة الثالثة السيد محمد سني رفقة الفرصة تفاح، يسلم جائزة الرتبة الثالثة عن الفئة الأولى فئة الخيول من 4 إلى 8 سنوات، والقيمة المالية ديالها هي 12,000 درهم. إذا تحية نحيي إذا السيد سني محمد هنيئا بالجائزة الثالثة، نسلمها إذا سيدين الدكتور مصطفى يعرف والسيد عمر بن عزو. إذا نتصفيق لنا الجمهور الكريم، نتصفيق لنا الجمهور الكريم، هنيئا إذا